المعاناة التي مرت بها لمدة 6 أشهر في أول لقاء تلفزيوني لها بعد تعافيها، وذلك من خلال برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس. وقالت إيمان الحزري خلال البرنامج أنها أجرت 7 عمليات جراحية في 21 يوم وهم الأسوأ في رحلة مرضها على الإطلاق. أما عن شعور أهلها فقالت: أنا سمعت بنفسي إن هموت، كانوا بيمهدوا لبنتي إن مامتك مش هتبقى موجودة خلاص. وذلك خلال فيديو تشويقي نشرته الصفحة الرسمية لإسعاد يونس عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك. ولنقرر عبد الحلقة اليوم على قناة TMC.